أنا آسف إني شكيت بكلامك، وأنا مستعد أصلح الغلط اليوم وهي أخطبك من أبوك. ومين قال لك إن أبوي موافق؟ أبوي رافض فكرة الزواج خير شر. دام أنت موافقة هذا الشيء اللي يهمني. الثقة انعدمت بيني وبينك، الأفضل إن إحنا ما نكمل. أنت أول ما دريت عن سالفة زهور لحقتها عشان تختبرها بسمعتها. يعني كافي العقاب اللي صار فيني، كافي إنكم شرشحتوني بالمغفر، هذا أكبر عقاب. يا ريتهم معلقينك من ريولك عشان تتأدب. أنا مستعد أتقطع عشانك. ها ني اليوم؟ أبوي مو موافق، يقول لي أخاف تتزوجين مرة ثانية وتوضحينا تمشي لي لأن تموتين. وفضيح لما يخليك مطلقة كذي، لا يعرف وين تروحين وين تيين، وبعدين الزواج ستر وأنا ستر شقطاتك. نعم تفضلوا حياكم، البيت بيتكم، توما نور البيت. ما شاء الله ما شاء الله، خوش بيت، اشرح من بيت طلال. المهم انه ما في لا نجرة ولا صراخ، المهم ان تكون الحجر تحت، ما فينا شدة على الدرج. لا تحاتين يا خالتي، في حجرة تحت والبيت كله تحت امركم، تفضلوا معاي. بشاير اقول يما تدقين على طلال وتقولين له ما هي سنة ان احنا نطلع من غير ما نقول له، اخاف انه يسوي شيء بسلوى. قلنا لك خلوه يعرف بروحه، اذا اتصلتوا فيه يبي يقول اكيد قاعدين نشتكي، وانا تعب المروءه اشتكي من احد. يلا بس يلا خلينا نحط اغراضنا بالدار. يلا شلون يطلعون؟ ليش ما اتصلتي فيني؟ طلال لا تقعد تهاوشني، روح كلم سلوى. سلوى حسابها عندي، بس انت يوم دريتي انهم بيطلعون ليش ما اتصلتي فيني عشان اتصرف؟ انا ترجيتهم بس هم ما رضوا. عمي منصور الله يطول بعمره كان معصب وايد، يقول هذه قاعده تحسب علينا اللقمه، ويقول الشرها على طلال هو اللي مقويها علينا. عفا رد علي انا، ويقول خلوا لها البيت تشبع فيه، مالت على أكلها، مو كفاية قاعدين ناكل علف وألياف شعير؟ هذا مو بيت، هذا بيت دياي. وين راحت الحين؟ أنا هني. شو عندك تصارخ؟ أنت ما تقولي لي ليش تكرهين أهلي؟ إيش سووا لك عشان تطردينهم؟ أنا ما طردت أهلك، أنا أحبهم وايد وأحترمهم بعد، بس مرتك هي اللي نرفزتني. واذا تبي الصج مرتك هي السوسة، هي اللي تكره اهلك مو انا. انا خافي الله، انا خايفه ربي قبل لا اشوف رجعت وجهك. مو انت اللي قلتي عقب ما طلعوا فكوا وباقي بس سلوى الحين؟ لا لا انت مينونه، مينونه رسمي، انا مستحيل اعيش معاها في بيت واحد. طلال لحق علي بتذبحني هذه. حبيبه معاها حق، انت مينونة ومكانش مستشفى الميانين. انا ماني مينونة، مو مينونة، انا ام وبنتي ضايعة وما ادري وينها. انت ليش ما عندك احساس؟ ليش عمرك ما قدرت وضعي؟ بدل ما واقف اتصارخ عليك شديد كان يجي معاي تدور بنتك، مو تمشيني ورا الياهل وهاد بنتك. شيل السكين من قدامي، انت انيتي رسمي. عمرك ما حبيتني، انت لو تحبني جم ما تسوي فيني كذي وتتخلى عني. بس طول ما هالياهل هذي قاعد تلعب فيك وتركض وراها عمرك ما راح تكون ريال. تب ولا كلمة، تفضلي لمي اغراضك وطلعي من بيتي. اللي ما يحترمني وما يحترم اهلي وما يبيهم انا مو محتاج له، تفضلي. انت طالق، محمود لا تستعجل، انا لازم اقنع الوالد بالاول، ترى الموضوع مو سهل. سبعة غيرك اخطبوني وقبضهم الباب. خلي الموضوع علي، يمكن انا اقدر اقنعه. كيفك انت، تتحمل النتائج، عقب لا تلومني. يلا مع السلامة.
تبين أواصلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تشيلين السكين على الرجال وتقولين ليش طلقني؟ ويا حق هذا ينان. يبا انت ايش فيك علي؟ ليش دايما تكسى علي كذي؟ ليش دايما تطلعني انا الغلطانة؟ كل ما بغيتك عون صرت علي فرعون. ايش تبيني اسوي؟ اتوسط لك عشان ترجعي له؟ لا يبا انا ابي اقعد عندك. سلوى رفعت السكين باكر ترفعينها على زوجتي. انت من فقدتي بنتك وانا ما ادري شو صاير. اذا تبين ااجر لك شقه وانا راح اتكفل بكل المصاريف. يعني انت مصره تروحين مستشفى الاعصاب؟ احسن لي، يمكن القى راحتي هناك. عزيزه انا ما فيني اتحمل اللي قاعد امر فيه. احس لو تميت كذي ممكن اذبح نفسي ولا اسوي بعمري شيء. تعبت، ما ابي احس باي شيء حوالي، ابي ارتاح، محتاجة أحد يعالجني. ليش ما تيجين تقعدين عندي؟ صدقيني باكر الناس بتعايرك، بيقولون المينونة راحت والمينونة جت. ما أبي أشوف أحد ولا أبي أكلم أحد ولا أحد يكلمني، كلهم ضدي. عزيزة لو سمحتي يا ليت تمرين بيت بشاير قبل لا تروحين المستشفى. شلون بتروحين بيت بشاير وانتي عمك زعلان منك وقاعدة هناك؟ عزيزة صدقيني ما كان قصدي أزعله، بس هالتافة هذه حرتني، نرفزتني. أنا تعبت، أبي أرتاح. خلاص سلوى، أنا بروح أقدم اعتذارك لهم، لأن الحين الموضوع أصلاً حامي، وأخاف انتي تروحين لهم بعد يسمعونك كلام يضيق خلقك. يبا لازم تعذرونها، الحياة مرمرتها واحنا مو راضي نقدر ظروفها. انا قسيت عليها وايد، بس بالنهاية لما حطيت نفسي بمكانها شفت انها صريحة وعندها مبادئ بالحياة. شلون نعذرها؟ اقول لك قاعدة تحاسبنا على اللقمة. منصور كلام ولدك عدل، تراها مسكينة واحنا ما نبي نتدخل حتى لا تكبر السالفة بينها وبين طلال ونكون احنا السبب. طلال طلال طلق سلوى. البيت بيتك.
حط لك العشاء منصور. ايش فيك سملالي؟ او ليش تبكي؟ منصور اذا على سالفه الطلاق انت السبب، انت عنيد الله يهداك ولا تسمع الكلام. لا تخرعني قول لي ايش فيك. ما ادري ما ادري يا شواتي. عيل ايش فيك تبكي الله يهداك؟ انا مستغرب ليش ابكي. انا بس حاس مغلقه، حاس بضيجه، حاس بملل من الدنيا. استغفر ربك يا ريال، ايش فيك تبي تموت؟ لا والله ما ودي اموت، بس ساعات افكر اقول الموت حق، وساعات اقول ما ابي اندفن بحفره. انا خايف، خايف يا سعاد. ليش تقول كذي؟ ليش صاير ضعيف؟ الله يهداك بس، قم صلك ركعتين، قوم. بس أنا حاس إن دوري قرب يا سعاد. عمرك طويل إن شاء الله. خلي راح أحط لك العشاء قبل لا تموت من اليوم. يا عيال ترى أبوكم تعبان، قام يقط خيط وخيط، قعدوا معاه سولفوا معاه، حاس بضيقة خلق. خالتي أبوي بسن أكبر غلط يغير مكانك اللي شوي، هو أنتوا تنقلون فيه من مكان لمكان. بشار إيش فيك؟ يعني الجماعة أول يوم يقعدون عندنا تسمعينهم الكلام؟ أنا ما أقصد، يعني أنا أقصد إن أبوي وصل العمر يحتاج للاستقرار، بعدين هما بالعكس أصلاً منورين بيتي. أنت إيش حقه صاير سوسة كذي؟ بشاير ايش فيكي ما تبكي؟ لا يضيق خلقك حبيبتي، احنا عارفين معدنك. استغفر الله يا ربي، ايش هالعائله اللي يبكون بالدور؟ سرى ايش فيكم؟ ايش اسوي يا خالتي؟ اسم ناوي يطلقني، نفسيتي تعبانه ومكتئب وقاط اللوم علي، ايش تبيني اسوي؟ ايش تبيني اسوي؟ والله ايش اقول لك يا ميتي؟ بصراحة قبل أن نجيكم ونجتمع معاكم كنا عايشين بسعادة، من دخلتوا حياتنا واحنا معتفسين، ما ادري منو الخسران، انت ولا احنا، ولا احنا الاثنين خسرانين. خالتي طلال وصل. يعني معقولة لين الحين ما لقيت الشغل؟ غريبة، مع أن أسهل شيء يوظفون البنات. مسألة وقت، الله كريم. نتالي ممكن أعرف سبب زيارتك لي؟ أتمنى ما يكون سببها تبين ترجعين الشغل. لا أبدا، الشغل ممكن يتعوض، بس أنا ماني حابة أخسر صداقتك. وليش كنت تبين تخسرينها بالنيابة؟ ممكن ما تفتحي هذا الموضوع وتنسيه بس مشاني. انت تعرفين لولا ثقة طلال فيني كان انقلبت حياتي جحيم بسبتك. حلقة صعبة
الضغوط اللي هي مرت بيها محدش يقدر يتحملها. فقدت زوجها وبنتها الصغيرة، طلاق، عاشت في ظروف معيشية صعبة، لا أهل ولا أصدقاء. إيش بتسوي إيه يا دكتور؟ ترى كل حياتها معتمدة على رجلها بكل شيء. ربنا يقدرنا نرفع المعاناة عنها وترجع زي الأول، بس أنتي قولي إن شاء الله. إن شاء الله. صراحة قرار الطلاق هذا كان المفروض آخذ من زمان. هذه ينت صارت تهددني بالسلاح الأبيض. ما علي يا طلال، بس انت وايد قاعد تجسى عليها. ترى المرأة تبي معاملة غير، مو مثل الريال. خالتي لا تقعدين تدلعينها، المرأة حالها حالها. لا غلطان، المرأة تختلف عن الريال. الريال يحب يتكلم والمرأة تحب تسمع. المرأة تحب تقدم لها هدية بعيد ميلادها، بس ما تحب تقول لها كم وصلت بالعمر. المرأة مثلا تقعد لك بيوم تقول لك ما أدري إيش فيني، وجهها أصفر، هي ما فيها شيء، بس تحب تسمع كلمة لا زينك، ما تحب تسمع الحقيقة. المرأة متناقضة يا طلال، يا تقبلها مثل ما هي يا ترفضها ضلع عوي. عدل كلام خالتي، عندنا واحدة بالدوام كل يوم لها مزاج، بس بالنهاية حبوبة. يبا ليش ما انت حجه؟ قول شيء. انا بروح انام، تصبحون على خير. وانت مثله وخير. خلنا اوصلك يبا. ايش في ابوي؟ لا يكون زعلان مني للحين. لا يا طلال، ابوك حايشه خوف، خوف من الموت، ليله ونهار يفكر بهالشيء. ساعات الصمت يكون أبلغ من الكلام. الصمت صورة ثانية من الموت. الله يعيننا عليه. خالتي أنا أعتذر لكم مرة ثانية، يا ليت ترجعون عند البيت وأنا أحطكم فوق رأسي. طلال أنتوا كلكم عيالنا، بس الأمر متروك لأبوك. عن إذنك خالتي. حياك. هو خالتي. هلا يما. ان شاء الله بتدشين الجنة على التعب اللي تعبينها مع البنت. وليش ما تقول اختي؟ ليش البنت؟ ولا تزعلين اختي، بس لاني ما تعودت. يلا يمديك من اليوم تعود. تعال وكلها لك، مو تعود. صدق؟ ما راح تسوي شيء؟ لا ما تسوي. اذا هالحركة طالعة من قلبك ما هي مسوية شيء. ولا اقول لك شربها ما يحسن. انزين. ما هي ورد عنك خالتي، عنك لا ما يخالف، انا مثل امك. تعال عند عمري خلت حيلي. تصدقين خالتي، اخر مره امي مسحت فيها وجهي وانا عمري 10 سنين. اذا تبي بعد مسحه ثانيه يلا شربها معك. لا 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 يحوشك، خلاص شكلها مو متعودة على ايدي. ما علي، مع الايام بتتعود عليك. خالتي عزيزة رفيجة سلوى تبيك. سلوى فيها شيء؟ تقول سلوى في مستشفى الميانين. معقولة؟ راحت مستشفى الميانين؟ يعني احنا ما ظلمناها؟ لا طبعا. يلا الله يشفيها. لا تدعي لها أغار. قومي خلينا ندخل داخل، هذه أول مرة أحس البيت ما في صيحة. يلا قوم. طلال شنو قالوا لك لما رحت تعتذر لهم؟
اقبلوا اعتذاري، قالوا راح يردون ان شاء الله. قول ان شاء الله. ايش فيك قولي ان شاء الله؟ ما تبينهم يردون ولا شنو؟ ابيهم بس يعطونا شوي فتشة، بس شوي. زينب شوي 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 شوي، شو انت مستعيله كذي الله يهداك؟ منصور مستعيله على هالمسكينه اللي دخلت المستشفى وسبتنا، واللي سلم امرك تعذر منها، واذا هي مسويه شيء سامحها اذا اللي قدر عندك. خلاص بروحي، روحي قدام، روحي قدام، روحي غرفتها كم رقمها؟ وينك يا بنيتي؟ وينك يا جوري؟ وينك؟ وينك يا الغالية؟ وينك؟ وينك يا نظر عيني؟ والله لو كنت بسبع بحور بظل أدور عليك يا روح أموت. شلونك يما؟ عمك منصور جاي يتسامح منك، وانتي تدرين ايش كثر يعزك ويقدرك، ما يقصد شيء باللي قال. طبعا طبعا يا بنيتي، ترى انا طيب وبني ادم وما تطلع مني العيبه، ولساني ينقط عسل وشمحوط وابيض. انت جاي تمدح روحك؟ قلنا لك اعتذر بس. سامحيني يا بنيتي، ترى حنا ما نقصد. سمعتش تغنين يا مباس العريس؟ هذه الاغنيه تذكرني بطفولتي، وكانت امي تقول لي الله يرحمها، تقول لي ريلك منصور بيبلك القبقب. انا حسبت القبقب هذا اللي ياكلون او انه شكليت. ايه قبقب قبقب. استاذ طلال، جواز بنتك جوري صار جاهز، تفضل. وش الفايده وبنتي للحين ملاقينا؟ خلاص روح انت. لسه ممكن ادخل على حبيبي المدير؟ حبيبه، شو اللي جابك اليوم؟ ظنيت بتقول هلا بالقمر، مو شو اللي يابتش؟ مو قصدي، بس المفروض انك انت في اجازة زوجية. لما تكون معي، بس ما دامك رجعت تداوم، حسيت البيت بدونك كهف، لا صوت، لا حس ولا حيوية. خلاص يبا، الشركة شركتك، تداومين وقت ما بغيتي. ايه، بس انا ابي هذا الكرسي. انت وعدني. هالكرسي؟ ايه. يلا قوم خلني أباشر الشغل، وانت شوف لك شغل ثاني. في أحد يطرد زوجة؟ يا حبيبي يا حبيبي، هذه مو طردة، هذه يسمونها دماء جديدة. يلا تفضل. حاضر، تفضلي مكاني، شكلي أنا بطلع إجازة مفتوحة. على إذنك. هلا
انت عارفين اللي سويتيه ايش يسمونه؟ تجاوزات ماليه خطيره. شلون تمررين الورق من غير ما تكون نسخه منه عندي؟ هيا ما تقعد تصرخ علي، انا ما سويت هالشيء الا لان عندي صلاحيه ماليه واداريه. تعالي قولي هالكلام قدام النيابه، تراهم في مكتبي. سلوى يمه، ترى انت ما فيك شيء، لا حد يقص عليك ويقول انك مريضه، انت ما فيك الا العافيه، انت عندك ضيقه خلق وهذا شيء طبيعي، كل انسان يمر بهالحاله. تعالجينها بذكر الله، بقرايه القران، بالصلاه، مو بالادويه يا يمه اللي تخدرك توقف مخك وتخدر جسمك وخليك طول الليل والنهار نايمه، هذا مو علاج يمه. وبنتي من يدورها معي؟ انا ادورها معك، انا وعدك اني ادورها معك. يعني انتم مو زعلانين مني؟ وش حق نزعل منك، انت بنتنا قابلينك بزينك وبشيلك. بس نصيحه يمه، لا شفتي هالشاي بياكل بعدي عن ام عينه ولا ترى يعطش. امس انعفسنا، اخوي طلق مرته وما قدرت افاتحه موضوع خطوبتنا. محمود انا ما احتاج منك تبرير، ما يبرر الا الغير واثق من الطرف الثاني وخايف انه يشك فيه، وانا اثق فيك تطمن. صدقين احلى كلام سمعته اليوم. عن ابنك. تدري انا وين الحين؟ وانا شو كنتي وين؟ دعوه ايش دعوه لا يطق لك عرج. انا بنفس المجمع اللي رقمتني فيه. زين ممكن افهم ليش متصله؟ ولا ناويه توديني المخفر مره ثانيه؟ لا بصراحه انا مفتشله. ما كان المفروض اتلك المخفر، كان المفروض ناخذ الرقم وينتهي الموضوع. بصراحه داقه عشان اعتذر لك. زين زين، مشكورة مشكورة على ذوقك وحصل خير، مع السلامة. خالتي أخافي زعلون إذا دروا إحنا طلعنا وما أعطيناهم خبر. لا لا مو زعلانين، بيعذرونك عشانك مينونة. عشان زين اقدر اصير نفسك خالتي. تقدرين يمه تقدرين، قطي كل شيء ولا ظهرك ولا تفكرين بشيء، طالعي بس قدامك. اي ما علي خالتي، بس بالاول ندور على بنتي، انتي وعدتيني مو هو؟ سعاد الله يخليك، شوفي لي كرسي متحرك انقطع عن سمي، ريولي طاعت ما اقدر امشي. مستشفى ابوي هو، هو اللي باني، اعرف في كرسي ولا لا؟ امشي عكك امشي امشي. تعبتي توعدين سلوى رايحين فين؟ بنروح الحديقة شوي نتمشى ونرجع، امشي بس امشي. اخت بشاير، انت مطلوبة في النيابة بتهمة الرشوة والفساد والإضرار بالصالح العام. لو سمحتي تفضلي معي النيابة. لا أكيد في سوفة. حياة كل شيء تكلم، أنت المدير العام. كل الاختلاسات اللي صارت كانت أثناء فترة إجازتي، يعني لما كنتي أنت بمكاني. سامحيني يا بشاير، رجاءً بدون صراخ وصياح،
تفضلي معي النيابة. مشاكل ما يخصنا، المهم تكون بعيدة عنا. تصدقني إذا قلت لك باكر بتيبه عندك سعاد وبتقول لك رجعها على ذمتك وعفى الله عما سلف؟ اطمني، أنا خلاص عفت نفسي وهالبيت لا يمكن تتخلى مرة ثانية. بنشوف. ألو عمار، خرعتني. صدقني هذه لعبة مسوينها فيك وجميلة أو جميلو حبت تختبرك وانت ما صدقت طحت على وجهك. بعدين تعال، هي ما قالت لك من تحاجي؟ لا بس قالت من ياك تلفون طلعت برا مكتبي. ليش؟ حلو نفس الشيء. اسمع مني، كلمها وعلمها ان اختها دقت عليك وكذي راح تعرف ان انت صادق ومخلص لها. انت شايف كذي؟ اكيد شايف كذي اكيد. مبروك الإفراج. الله يبارك فيك حبيبتي والبركة فيك. يا الحرية شيء جميل. شهور صعبة مرت علي وأنا في السجن. صعبة بس رح ترتاح ماديا. السجن شيء صعب صدقيني، اليوم فيه بشهر. إن شاء الله رح تتعوض. بس يا بشايخ خليني أفهم السالفة منك، لا تبكين. أنا رحت فيها يا طلاق من سجن وأنا مو مالة سجون. ما راح تنسجنين اطمني، بس فهميني بالأول الصاير. طلال يا أخوي، أنا بمحامي لأنك موضوع وايد كبير. والله الدنيا صارت عكل المزاج، يوم حلو عشرة مر. منكم أنتوا السبب، ركضوا ورا هالدنيا وملهوفين على السعادة، تركدوا اعدوا وهي تيكم. أنا يوم كنت بالمزرعة قاطة كل شيء ورا ظهري وسعيدة ومرتاحة. سامحيني يا خالتي ولا تزعلين مني، الواحد يوم يكبر يبدأ يهمل الحياة ويزهد فيها، بس احنا بهالعمر شلون تبين من النهدة؟ من قالك ان احنا ما نتمنى السعادة؟ نحب الحياة ونتمنى السعادة، لكن مو مثلكم تب تقضبونها بأي طريقة. لا يا يما، اهداوا سموا بالرحمن وإذا الله كاتب لكم السعادة بتيكم ليه عندكم. خالتي خير سلم، متى بنروح ندور على بنتي؟ وبعدين ما عاد شسلوى، انتي ما بتنسين؟ حاضر، من باكر بروح أدورها معاك. أنا بروح معها أدورها. خالتي ايش قاعده تسوين؟ ما ابيك تسايرين سلوى عشان ما تتعب اكثر. انا مو قاعده اسايرها، انا صاجه. الله يهداك يا خالتي. يعني وين بتدورونها، بالمقبره ولا بالشوارع؟ بس كيك باي مكان، يا اما نلقاها يا اما تقتنع ان بنتها ميته. غريبه، كنتي قبل تنصحيني اقنعها انها تنسى، الحين تغير رايك؟ لاني هالمره واثقه ان بنتها حيه.
المحامي يحاول يحل المشكلة وإن شاء الله تطلعين براءة. أنا أختي مستحيل تطلع حرامية، والمفروض أنك تكونين واثقة من نفسك. طلال يا أخوي، ولسن بأمرك، لا تطري السالفة لأحد. إن شاء الله، أنا أصلا ما علمت أحد. هذه خالت سعاد شرد علي، ايش تبيني اقول لها؟ الحين بتسالني ليش ما رجعتي البيت؟ ردي عليها، قولي لها عندي شغله وبخلصها. يلا ردي. الو، هلا خالتي، شلونك؟ لا ما فيني شيء، عندي كم شغله شي بخلصهم وبرجع. لا تعشوا انتوا، البيت بيتكم. تامرين على شيء من برا؟ سلامتك بشاير، حطي بالك على روحك، مع السلامة. لا متضايقة، صوتها مبين انها متضايقة، مسكينة ما ادري ايش فيها. لا والله ما تلأ، رأي لها بيطلقها، اكيد بيضيق خلقها، مع ان المفروض ان هي اللي تطلب الطلاق منه، ليش ان ريال مو كفو؟ وين يلقى مثلها؟ بنت سنعة محترمة زينها ويطح حظه. ايوة والله انقلبت الدنيا، اختلط الزين بالشين. هاو ايش فيك ما تحاجيني؟ صار كأنك بنتك صمت، ايش فيك؟ ايش في البيت صار صخة؟ للخيار بعده ولا هذه حزته؟ لا هذه حزت لطروح. منصور احنا قاعدين في فيلا مو بالمزرعة، الله يهداك. بس قوة. هلا محمود، هلا فيك، هلا حياك. صب لك شاي؟ اي والله نومة العصر هذه تصدع. اي والله وانت صدق. بشاير وينها؟ بشاير عندها شغل. وسلوى شو مسوية؟ سلوى نايمة. بس 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 ما 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 احب وايد انا. خلو تسر نص السكانة على الاقل. اقول يبا خير يا ولدي. ما تبي تفرح بولدك؟ اي ولد يبا، كم ولد عندك مو متزوج؟ انا ايه. الله يوفقك. لا انا عبالي بتستانس بتيبب، بس كذي الله يوفقك. يبب كاي هذه اللي يمك تيبب، تعرف تيبب يبب الى سعاد؟ زين اعرف. يبا خليك معي على الخط شوي، انا ما سويت شيء حق عمري، راس مالي 2600، ابي اتزوج ما عندي فلوس. ما عليه ما عليه يا محمود، ان شاء الله ابوك بيساعدك باللي يقدر عليه. اوه منين يا سعاد يا خلاف، انت عارف البير وغطى. زين يبا ليش ما تبيع المزرعه؟ ترتاح من مجابلها وتريح عيالك. يبا المزرعه لكم ما تغلى عليكم، عقب عيني اخذوها حكم. الله يطول بعمرك يا يوبا، انا محتاجك وانت حي. عدل خالتي سعاد؟ عدل يا ام عدل. يما بنتي التهمه ثابته بالدلائل والقرائن وما في اي مجال انها تطلع بكفاله. اسف اخ طلال، بنحبسها 4 ايام احتياطي. ارجوك حضرت الوكيل، مستقبله راح يضيع والسبه لاربعة ايام. اذا على الاربعة ايام هين، المساله فيها 7 سنوات على الاقل. شوفوا لكم محامي. لا حول ولا قوه.